السلام عليكم. قد تلاحظ بعد فترة من علاقة مستقرة ومبهرة أن شريكتك وعلى غير عادتها بدأت تتصرف بشكل لا يرضيك. بالتأكيد عليك أن تتمهل، فتصرفها هذا لم يأتي عن عبث. كثيرا ما ينخدع الناس بالانطباع الأول، فتأتي التصرفات التالية من الطرف الآخر لتصنع أخطاء كارثية تؤدي إلى نفور الشريك ونبذه للعلاقة بشكل صادم. في هذا الفيديو سأقدم لك عزيزي الرجل 12 خطأ قاتلا يمكن أن تفعله دون أن تدري أحيانا، سوف يؤدي إلى فقدانك لشريكتك إلى الأبد. هذه الأفعال تؤدي إلى إفشال العلاقة وإلى دفع الشريك للنفور والهرب منك. تعال معي لنكتشفها سويا. الخطأ الأول، العصبية الزائدة. من البديهي ألا تحب المرأة الرجل العصبي الذي يجعل من كل أمر بسيط مناسبة لتفريغ غضبه وطاقته السلبية. سيتحول الحب إلى جحيم، وبالتأكيد لن ترغب شريكتك باستمرار هكذا علاقة تؤرقها وتحرق أعصابها. في المقابل تعشق المرأة الرجل القوي الذي يسيطر على انفعالاته ومشاعره، لذا حافظ على هدوئك وابتعد عن العصبية تماما في علاقتك بها. الخطأ القاتل الثاني، الكذب عليها. لسوء الحظ يلجأ الكثير من الرجال للكذب على الحبيبة من أجل تحسين صورتهم ومزاياهم، ويظنون أن الأمر سيصب في سبيل تجميل العلاقة، لكن يغفلون أن كشف الحبيبة لهذا الكذب يمكن أن يجعلها تهجرهم دون عودة. فكر مليا قبل أن تكذب عليها، واعلم أن حبل الكذب قصير، ففي النهاية لن تضر إلا نفسك. الخطأ الثالث، عدم الاهتمام لأحوالها. تعشق المرأة الاهتمام بها، تحب الرجل الذي لا يكل ولا يمل وهو يصغي لمشاكلها وتفاصيل حياتها. إن إظهارك الإهمال وعدم المبالاة بأحوال ومشاعر شريكتك سيقود إلى نتائج كارثية. سيشعرها ذلك أنك تهتم لجمالها الخارجي وأن علاقتك بها ليست جادة، ولهذا لن تكون جديرا بأن تمنحك ثقتها. الخطأ القاتل الرابع، عدم اهتمامك بمظهرك الخارجي. قد يغفل الكثير من الرجال عن الاهتمام بمظهرهم الخارجي وهم في أوج العلاقة العاطفية، الأمر الذي يشعر الفتاة بالصدمة، وقد يصل بها الأمر للندم على اختيارها غير الموفق. اللباقة والشعر والملبس كلها أشياء تهم الفتاة، وإذا أهملتها بالتأكيد ستكره التواجد معك في أي مكان، ستبدأ بالابتعاد عنك بشكل تدريجي، لذا احذر إهمال هذا الجانب. الخطأ الخامس، قلة الثقة بالنفس. حافظ على ثقتك بنفسك. الثقة بالنفس أحد الشروط الأساسية لنجاح العلاقات، وكلما زادت كلما زاد احترام الفتاة لك. الفتاة تحب الشاب الواثق الذي تشعر إلى جانبه بالأمان والراحة. ضعف ثقتك بنفسك سيشعرها أنك غير جدير بتحمل المسؤوليات، ولن تدخر جهدا لتركك وحيدا حينها عندما تتاح لها الفرصة. الخطأ السادس، البخل الشديد وعدم التضحية لأجلها. لا يوجد شيء تكرهه المرأة أكثر من البخل والرجل البخيل، ذلك لأن البخل لا يتوقف على الجانب المادي، بل يتعداه إلى بخل المشاعر والعواطف وغيرها. يقلل البخل من رجولة الشخص وينتقص من قيمته في نظر الشريكة، لذلك دوما ما تتطلع الأنثى في كل علاقة إلى الرجل النبيل الذي يضحي من أجلها ويبذل كل ما يملك في سبيل بقائه معها. الخطأ السابع، أن تتركها وحيدة بحجة الانشغال بأعمالك. الخوض في علاقة عاطفية يتطلب منا النضج والتمتع بقدر كبير من المرونة. احذر أن تتركها وحيدة لأيام وأسابيع دون اتصال أو حتى سؤال. حجتك بأنك مشغول بأعمالك لن تغفر لك خطيئتك بكل تأكيد. الأنثى بحاجة لمن يدعمها ويقف معها، لذا فإن غيابك عنها لفترة طويلة سيحطم قلبها، وسيكون مبررا لها لتركك
والرحيل عنك. الخطأ الثامن أن تشعرها أن أصدقائك أهم منها. قد تؤدي المبالغة في وصف زملائك وزميلاتك في العمل أو الجامعة إلى نفور حبيبتك منك دون أن تدري. قد يؤذي ذلك مشاعرها بشكل كبير، فتشعر أنك تفضلهم عليها. من الضروري أن تطلع الشريك على كل شيء، لكن اجعل لها الأهمية الكبرى في حياتك وفي أحاديثك. الخطأ التاسع أن تحاول تغيير طباعها. الفتاة الناضجة تكره كثيراً محاولة الرجال السيطرة عليها. بالتأكيد لن تقبل بأن تغير شخصيتها ولن تسمح لك بالمحاولة في ذلك أصلاً. لكل منا طباع، وليس من حقنا تغيير طباع غيرنا. لذا عليك أن تقبل شريكة حياتك كما هي، واحذر أن تفرض نمطك الخاص عليها، لأن ذلك سيكلفك الكثير. الخطأ العاشر تهميشها واتخاذ قرارات دون علمها. تحب المرأة دوما من يهتم بها ويشركها في الأشياء المصيرية. احذر أن تتجاهل وجودها عندما تتخذ قراراتك، واسألها عن رأيها، فذلك سيؤدي إلى تعميق الثقة بينكما. وعليك الحذر، فالمرأة ما إن تشعر أنها مهمشة سوف تتركك وتهرب من العلاقة إلى الأبد. الخطأ الحادي عشر الشكوى الدائمة. لا تكن من الناس كثيري الشكوى الذين يظهرون صعوبة في التأقلم مع الظروف. سيقلل ذلك من تقدير شريكتك لك، وبالتأكيد هي لن تجد متعة في قضاء وقتها معك. الخطأ الثاني عشر البرودة في المشاعر. من الضروري أن تكون علاقتك مع الحبيبة نابعة من قلب صادق، لذا من الطبيعي أيضاً أن تبادلها المشاعر بكل ما تمتلك من دفء. على سبيل المثال، إذا شعرت بمرضها يجب أن تظهر بصدق خوفك عليها واهتمامك بها، وإذا كان عيد ميلادها يجب أن تعبر عن فرحك وتفاجئها بأجمل الهدايا. أما إذا كانت هي المبادرة فعبر عن تقديرك واهتمامك لمشاعرها. كانت هذه باقة من الأخطاء التي يمكن أن تؤدي إلى إفشال العلاقة، والتي يرتكبها الكثير من الرجال دون انتباه ودون إدراك أحياناً. اكتب لي في التعليقات هل هناك أخطاء أخرى أدت إلى انتهاء علاقتك بشريكتك، واكتبي أنت عزيزة المشاهدة لي أيضاً ما هي الأخطاء التي لن تتقبليها أبداً من شريك حياتك وربما تدفعك لطلب الانفصال والطلاق. إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة مع مشاركة رابط الفيديو. لا تنسوا أيضا انتظاري في فيديو جديد قادم بإذن الله. السلام عليكم.